البشاير تستثير الشاعر حسنها والجو فيها ساحر دام عزك يا بلادي. البشاير تستثير الشاعر حسنها والجو فيها ساحر دام عزك يا بلادي. في الجهة الشمالية من محافظة بلقرن يقع مركز البشائر كواجهة حضارية وضاءة تفوح بأريج الشواهد التنموية وعبير المعالم السياحية وشذى التطوير والتجديد والعمران. إنه الجمال الذي من فك يعانقها ويلاحقها يوما بعد يوم بفضل ما تحظى به من اهتمام وعناية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ومتابعة محافظ بلقرن. هذا الموقع الجغرافي المميز الذي اتخذته على طريق الطائف أبها بالإضافة إلى ما تتمتع به من شواهد حضارية حديثة ومعالم تراثية بكونها مجمعا لعدد من القبائل التي تقطنها أكسبتها مكانة استراتيجية حتى غدت ساعدا فتيا نديا هاما للمحافظة ووجهة سياحية مميزة. يزخر مركز البشائر بكثرة أسواقه الشعبية ومراكزه التجارية وتوفر الخدمات الأساسية به، حيث تتوفر في البشائر جميع الإدارات الحكومية ولجنة للتنمية الاجتماعية تقدم عددا من المناشط التوعوية والخدمات الإنسانية والحيوية، وناد رياضي ثقافي اجتماعي يقدم دورات رياضية وندوات توعوية للشباب، وعدد من الجهات التي تشارك في تفعيل الحراك الثقافي والاجتماعي والرياضي التي يحتضنها مسرح وصالة الاجتماعات في المركز الحضاري. إضافة إلى توفر المقومات السياحية الأساسية من متنزهات وغابات وحدائق ومراكز الإقامة السكنية من فنادق وأجنحة فندقية، كل ذلك جعل من البشائر مركزا تجاريا ومقصدا لأهالي القرى والبلدات المجاورة له. تمتد حدود مركز البشائر من محافظة بيشة شرقا إلى منحدرات جبال السروات المطلة على تهامة غربا، وقد تزايد عدد السكان في مدينة البشائر وأحيائها وقراها، حيث يزيد عدد السكان فيها عن 30,000 نسمة، وعدد قراها قرابة 60 قرية تتكون من عدد من القبائل الكبيرة جميعها تشكل نسيجا واحدا لدفع عجلة النمو والتقدم والنهوض بما يخدم المكان ويرفع قيمة الإنسان، وهي تدفع برجالها وشبابها وأشبالها لخدمة الدين والوطن. لقد أصبح مركز البشائر في السنوات الأخيرة مدينة عصرية ساحرة تتمتع بأجوائها الممتعة المعتدلة لا سيما في فصل الصيف، حيث يرتادها السواح من جميع أنحاء المملكة وغير بعيد منها العديد من الأماكن السياحية ذات المناظر الطبيعية الخلابة مثل منتزه السقيم والعلاء الذي يتميز بكثرة غاباته المطلة على تهامة من جهة الغرب ويقع في الجنوب الغربي منها، منتزه قبقاب الذي يتميز بمساحاته الخضراء وأوديته وسفوح جباله المعشبة، وهو من أكبر متنزهات البشائر ويقع في الجهة الشمالية الغربية منها ويمتد حتى مركز خثعم على شكل غابات كثيفة، منتزه نبا المطل على سد نبا في جنوب غرب البشائر وفيه الكثير من الأودية والسدود والمناظر الطبيعية الخلابة المطلة على تهامة. منتزه عليانة ذات الغطاء النباتي المكسو بأشجار العرعر ويشرف على وادي نبا ويقع في جنوب غرب البشائر. منتزه العيان ويستقطب عشاق الرحلات البرية نظرا لوجود الأشجار الوارفة الظل، ويمر به وادي نبا وعدد من الأودية والشعاب.
كما تتوفر في البشائر عدد من المتنزهات والحدائق العامة التي تكسبها طابعا حديثا ولمسة جمالية ساحرة، مثل منتزه الملك خالد، الحديقة العامة بمدينة البشائر، منتزه الباردة، سد نبا، متنزهات الفوهة. البشائر بثوبها الجديد أغنية للزمن وشاهدة على نماء الوطن، وهي تشدو بأهازيج الفرح والاعتزاز ويتغنى بها الشعراء في قصائدهم. يا البشائر ولك في الحسن وصف مغاير، أنت منتي بحي الله ثرى والسلام، يكفي اسمك أحلى اسم بين العشائر، كيف لا صرتي الماء والهوى والكلام، فتنة طاهرة تزهى بثوب الشعائر، بالله أكبر تقوم وبالله أكبر تنام. دام عزك يا بلادي، البشاير تستثير الشاعر، حسنها والجو فيها ساحر، دام عزك يا بلادي، من حلاها ديرتي مغرورة، حبها في القلب صوت وصورة، دام عزك يا بلادي، ديرة يا حياها من ديرة، ضيفها نحرص على تقديرة، دام عزك يا بلادي، يلتقي فيها من أول جية الطبيعة والرجال الحية، دام عزك يا بلادي. Yeah.